دق منه أصر عليه والشرر يتطاير من عينيه. وهذا أجل الإمام الحتمي الأخير بعد، وإن كان الإمام يعلم بذلك ولكنه مسلم لقضاء الله وقدره، الراضي بالقدر والقضاء. هذا حتمية بعد مصير الإمام سلام الله عليه. تقول الرواية: فتناول منه حبتين أو ثلاث كانت كفيلة بالقضاء على حياته. يقول أبو الصيد: خرج الإمام والمأمون يقول: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: إلى الجهة التي وجهتني إليها. لقد بلغت مناك. يقول: خرج إمامنا مغطى الرأس، فهبت من خنقت لي العبرة، وتوقعت مكروها في إمامنا الرضا، شاذ أبو الصلت انخطف لونه وتغير، ومن أثر السم الكون أظلم والنجم خار. نادى بحسافه: يا شبل موسى ابن جعفر، مسموم تقضي وغربتك تكسر الخاطر، معلوم من سمك فؤاد الزهرة دايب، ومن غربتك رأس البتولة والله شايد. وش تحتمل أمك يا أبو محمد مصايب، وأولادها يقضون بسموم ومجاز. يقول: دخل الإمام أمرني بأن أقفل الباب، ثم رمى بنفسي على فراشي يتقلب يمينا وشمالا. يقول: رأيت من الإمام عجبا، ماذا رأى؟ مرة يقوم على قدمه حرارة السوم، ومرة أخرى يجلس، مرة يقضي الدار رائحا وراجعا، لا يقر له قرار يعني من حرارة السوم، إلى أن تعب بأبي وأمي رمى بنفسه على فراشه. لكن لاحظت الإمام ينظر إلى الباب بين الفينة والأخرى، عجبان، الإمام يأمرني بأن أغلق الدار وأن أقفل الباب، وإذا بي ينظر بين الفينة والأخرى إلى الباب كأنما يرتقب شخصا. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بغلام سباعي على وجهي سيماء الأنبياء هيبة الأولياء، يسطع النور من غرة جبينه، أشبه الناس خلقا بمولانا الرضا، يمشي في الإيوان. فزعت منه، أخذتني الرعدة، قلت: يا هذا من أنت؟ وما الذي جاء أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال: يا أبا الصمت، إن الذي جاء بي من مدينة جدي إلى دار أبي في خراسان في هذه الليلة هو الذي أدخلني والأبواب مقفلة. لا تشك في أمر الله، أنا حجة الله عليك، أنا محمد الجواد. أسرع إلى أبيه الرضا، لما رأى أبوه تهلل وجهه، فتح باعاه ضمه إلى صدره. يقول أبو الصلت: فاعتنقا طويلا وبكيا طويلا. هذا والإمام الرضا يقبل ولده الجواد وهو ينادي: ما أطيب ريحك بني محمد. أخذ يوصي وصاياه، ثم قال: بني اسقني ماء،
الشعرف المسموم تحترق أحشاؤه الداخلية، يشعر بعطش شديد. قد قدم له قدحا من الماء، أراد الإمام أن يشرب منه، لكن يداه لشدة ضعفه أسقطت القدح فأريق الماء، فبكى الإمام الجواد والإمام الرضا طويلا، كأنما تذكر عطش أبي عبد الله. ودي أواسي جدك حسين بمصابة في غربته، ويا ليت صوبني صوابا، مفروض وحده من بعد ذبحه احبابا، واعظم بواجينا يا ابو الهادي على حسين. يا ابني انا ساعه وداعي والمنيه، راسي بحجرك واضعه وتمسح علي، وما غريب الغاضري على الوطية، والشمر بالصارم حزب من الوريدة. لكن المصيبة العظمى، اتأمل هذه الصورة لما شيلت جنازة الإمام على الأعناق. شوف هذه الصورة، تقول الروايات خرج الرجال محسرين عن العمائم خفاة الأقدام، جاء النساء قلنا يا رجال ضعوا جنازة إمامنا على الأرض وابتعدوا، نريد أن نتودع منه. وضعت جنازة الإمام، ابتعد الرجال. تقول بعض الروايات جاء نساء خراسان كل واحدة حاملة معها باقة ورمتها على جنازة الإمام، رشت جنازة الإمام بدموع عينيها، ما ابتعدنا النساء وجاء الرجال إلا ونعش الإمام قد غطي بالورود والزهور. ما حال زينب عندما جاءت إلى جسد أبي عبد الله، بماذا كان مغطى؟ هذا الشاعر يصور لنا لقاء، يصور لنا حوار بين المعصومة وبين عمتها زينب. عم يا زينب بالرضا والله فجعوني، يا ليتهم من بدل سما قطعوني، لمصيبته يا عمتي زايد ونيني، قالت يا بنتي لا تزيد جروح قلبي. اسمع اسمع، اني يا بنتي شفت اخوي حسين مطروح بسبب الشمر، يا معصومة مذبوح من بعدها قد وامشي سبية على الهزل والشام دربي. بعد مصيبة أخرى، لما رجع إمامنا الجواد إلى المدينة استقبله علي بن جعفر عمه عم أبيه، أين كنت يا بقية الباقين؟ قال عمه أقيم المأتم. على من؟ على من؟ أنبكي على جدنا رسول الله مصائبنا عديدة، أم نبكي على مكسورة الضلعين، أم قتيل ابن ملجم، أم عمنا الحسن، أم نبكي على الحسين؟ هيجت لوعاتي يا ابن خيريل بريا، قل لي على من أمرت ننصب عزية، يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشاب، نبشي على ضلعين مكسورة ورا الباب، لول الجنين اللي تعثر فوق لعتاب، لو قول جدنا اللي دهانا بكل رزية، ننصب الماتم ما تقلل يا فجيعة، للي انذبح ضامي على صدره لون الإمام اللي نشر مذهب الشيعة، جعفر من المأمون.